السائل أحمد محمد من اليمن يقول: هل صحيح أن أموال الوقف إذا كانت من الوالد لا تكون إلا للرجال دون النساء؟ بالعكس، الوقف يكون على الذرية من رجال ونساء، ولا يخصص الرجال دون النساء من ذريته، لأن هذا يكون وقف الجنف، يكون وقف الجنف المحرم. إذا خصص الذكور دون الإناث من ذريته فهذا وقف جنف لا يصح ويأثم عليه. نعم.